تكملة برضو للفكرة الأساسية، خلينا نفرق ما بين الأنواع المختلفة من السكيلينج. فأول واحد منهم نومينال سكيلينج، إحنا بنتكلم على number serve only as label or tag for identifying and classifying object. مجرد إن هي label، الأرقام اللي أنا بحطها مجرد label أو tags، لكن ملهاش أي أفضلية أو preferences. The number don't reflect the amount of the characteristics possessed by the object. لا، يعني الأرقام هنا مش بتعكس أي نوع من أنواع الاختلافات في المميزات أو الصفات اللي بتعبر عنها الأوبجكت اللي بيتم قياسها. Only a limited number of statistics, all of which are based on frequency count or permissible. إيه الأنواع من الإحصائيات أو الأساليب الإحصائية اللي احنا بنستعمل فيها النومينال سكيل؟ بنتكلم على البرسنتج والمود. دي طبعا أسامي أنواع من العمليات الإحصائية اللي بتتم مع الداتا اللي بنجمعها. طيب بالنسبة للأوردينال سكيل، الأوردينال سكيل احنا بنتكلم على ranking scale in which number are assigned to object to indicate the relative extent to which the object possess some characteristic. يبقى هنا في أفضلية، في preferences، في ترتيب، ده واحد وده اتنين في الأفضلية. Can determine whether an object has more or less of the characteristics than some other object, but not how much more or less. يبقى أنا هنا بتكلم بس على الأفضلية، ده ترتيبه الأول، ده ترتيبه الثاني، ده ترتيبه الثالث، لكن مفيش فروقات، يعني مش قادر أقول إن ده أفضل مثلا الضعف، أو ده أحسن بنسبة مثلا 30% وهكذا، لا، ده مجرد إن أنا بقول إيه؟ أنا عندي في الأوردينال أو الرانكينج، أنا مجرد إن أنا بقول إن ده أفضل من ده، أفضل من ده، لكن ما عنديش فروقات، مفيش يعني أرقام توضح لي الفروقات اللي ما بينهم. In addition to counting operation allowable for nominal scale data, ordinal scale permits the use of statistics based على إيه؟ الـ percentile، الـ quartile والـ medium. يبقى دي عندي أنواع من العمليات الإحصائية اللي بتتم على الداتا أو المعلومات اللي بيتم جمعها بطريقة الأوردينال. بستعمل الـ percentile، quartile والـ medium. النوع الثالث من أنواع الداتا او السكيلينج بتاع الداتا عندنا الانترفل. وقلنا الانترفل عبارة عن سكيل انا بحطه مثلا من 1 لـ 10، من 1 لـ 7، من 0 لـ 100، على حسب السكيل اللي طبعا بيتم تطبيقه على كل بقى الايه التجربة اللي انا باخدها في البحث التسويقي. الانترفل سكيل عبارة عن numerically equal distance on the scale represent equal value in the characteristics being measured. يعني بقسمها من 1، 2، 3، 4 لغاية 7، وبيبقى في فرق من 1 لـ 2، وفي فرق من 2 لـ 3، وهكذا. It permit comparison of the differences between object. يبقى أنا هنا عندي إيه؟ عندي معايير مختلفة ما بين الأشياء. لو العميل اختار رقم 7 مثلا زي ما شفنا كده في الديبارتمنتال ستور، ده معناه إن هو إيه؟ بيقول ده هنا أفضل نوع من أنواع الديبارتمنتال ستور. إنما لو اختار 2، لا، في فرق كبير، هنا في 4-5 أضعاف الأفضلية مثلا. The location of zero point is not fixed. ما عنديش في الحقيقة زيرو ثابت، لأن أنا عامل مقياس، عامل سكيل من دماغي، يعني عايز أمشي على كل التجربة بتاعتي. Both zero point and the unit of measurement are arbitrary. يعني إيه؟ يعني مش حقيقية، مش على أرض الواقع، هي افتراضية. Can be applied to nominal and ordinal data. يعني الـ interval scale دوت أقدر أطبقه على نفس اللي إيه؟ المقاييس اللي انا باخدها من الاوردينال سكيل والنومينال سكيل. In addition, standard deviation، واخد بالك بقى انت واحد من الايه، عارف انت معيار الانحرافي والحاجات اللي زي دي، او الانحراف المعياري، ده واحد من اهم يعني الاساليب الاحصائيه للقياسات. And other statistics commonly used in marketing research. عشان كده قلت لحضرتك ان الانترفال سكيل الداتا اللي باخدها بهذه الطريقه بتستعمل بكثرة، وخصوصا بقيس بها مثلا حاجة زي الساتسفاكشن، الاتيتيود، دي حاجات كلها مهمة جدا في الماركتنج ريسيرش، لان في حاجات كتيرة مش محسوسة، ما اقدرش ان انا امسكها بايديا. يعني ايه اللي يخلي كارفور افضل مثلا من بي اتش اس؟ يعني الاثنين في قمة الجمال والشياكة وتوافر حاجات كتير، لكن انا كعميل، انا ككاستمر ليا افضلية بطريقة معينة، فعايز احول التفضيل ده لرقم قيمة أقدر إن أنا أقيسها.
النوع الرابع اللي هو الريشيو سكيل، زي ما قلت لحضرتك دي ارقام واقعيه حقيقيه possess all the properties of the nominal, ordinal and interval scales. اقدر اطبق طريقه الريشيو دي على كل الانواع الاخرى من السكيلينج. It has an absolute zero، لما عندي زيرو ممكن يعني زي ما احنا شفنا كده ممكن اكون صرفت $1000 في مكان معين وفي مكان تاني صرفت زيرو، فدي ارقام حقيقيه يعني لا رقم واقعي. All statistical technique can be applied to ratio data. يبقى ratio data دي اقدر استعملها مع كل انواع من ال statistical technique، لكن زي ما احنا شفنا هنا ال interval وال ordinal وال nominal ليها انواع معينه زي برضه ما هاكد عليها. يمكن قدامنا النقطه ديت عايز اوضحها لحضراتكم. عندك النومينال، الاوردينال، الانترفال، الراتيو. لو بصينا على الماركتنج اكزامبلز، الاكزامبلز عندي، فانت عندك النومينال مثلا ممكن اطبقها في البراند نمبر، ستور تايب، جندر، ها راجل، سيده، فصيله الدم، الحاجات دي كلها ايه، ده مجرد ارقام بتتكتب لكن ملهاش اي معنى تفضيلي، ده مش افضل من ده. لكن بالنسبه للاوردينال لا، انت عندك تفضيلات في بريفرنسز زي مثلا الرانكينج، ماركت بوزيشن، سوشيال كلاس، كل الحاجات اللي زي دي انا اقدر احطها على السكيل بتاع الاوردينال او الرانك. طب بالنسبه للانترفال، الانترفال اقدر اقيس بيه الاتيتيود، الاوبينيون، الاندكس نمبر. فزي ما انت حضرتك شايف كده من الحاجات المهمه جدا جدا الانترفال في استعمالات الماركتنج ريسيرش. امال الريشيو، الريشيو بقيس بيه حاجات حقيقيه واقعيه زي الايدج، الانكم، الكوست، السيلز، الماركت شير، كل دي ارقام حقيقيه واقعيه، ها اقدر اقارن ما بين ايتمز معينه لكن عندي رقم واقعي. عندك برضو من الكومن اكزامبل، عندك على مستوى النومينال مثلا ستودنت ايدنتيفيكيشن نمبر، نمبرنج اوف فوتبولر او فوتبول بلايرز، تمام. بالنسبه للاوردينال عندك الكواليتي رانكينج، بحط الكواليتي ده واحد ده اتنين ده ثلاثه وهكذا، رانكينج اوف تيم ان ذا تورنمنت، ده طلع الاول ده طلع الثاني وهكذا. طب الانترفال، الانترفال اقدر اقيس بيه حاجه زي مثلا التمبريتشر. طيب على مستوى الريشيو، الريشيو اقدر اقيس بيه ارقام حقيقيه برضو زي اللينس زي الويت. فدي الفروقات الاساسيه زي ما حضرتك شايف ما بين كل نوع من انواع السكيلينج. اتمنى تكون وصلت الفكره الاساسيه، اعتقد اتكلمنا فيها كتير، فاتمنى ان شاء الله ان حضرتك تكون فهمت كويس قوي الفرق ما بين النومينال، الاوردينال، الانترفال، الريشيو. تقدر برضه حضرتك تعيد مره تانية الجزء اللي فات لو حاسس ان في يعني غموض لسه في بعض الحاجات. هنا برضه من الحاجات الجميله ان هو كاتب لك في الجدول الرائع دوت امتى اقدر استعملها في الاساليب الاحصائيه. يعني النومينال اقدر استعملها في البرسنتج والمود، الاوردينال سكيل اقدر استعملها في البرسنتايل وفي الميديان، الانترفال اقدر استعملها في الستاندرد ديفيجن مهمه جدا، المين، الرينج، الريشيو اقدر استعملها في الجيومتريك مين او الهارمونيك مين، يعني بعض الاستعمالات اللي هي الارقام الحقيقيه على حسب طبعا نوع الداتا.